رئيس الوداد فضحو بارون كبير كان مزوج بلطيفة رأفت، وبسبب بزنس الوداد البيضاوي تضربت به الطرف العالم العربي، فضيحة وضربة قوية للفريق اللي أصلا كيعاني من أزمة وتراجع كبير في النتائج مؤخرا. ودابا ولي كازا كيتجارى باش يعتقل الموقف. إوا يا سيدي، كنا جالسين حتى كنسمعوا بخبر اعتقال سعيد الناصري رئيس الوداد، وعبد النبيل بعيوي رئيس جهة الشرق هو وخوه. الرنقة ديال بنادم مشاو الحبس عكاشة وكيحققوا معاهم في حالة اعتقال، وكثر من 20 واحد غرقوا لهم الشقف بسبب بابلو الصحراء. فشنو وقعوا أشهد ذلك اللي نايض؟ وترى القضية داخل فيها بنادم خاطر، ما كاين غير رجال الأعمال والبرلمانيين وموظفين في الشرطة والدرك والموثقين ومصممات أزياء وزيد وزيد. وكيفاش البلان ديال فيلا 11 مليار اللي لقاوها بسميت هذا البطل؟ وأهم حاجة، كيفاش داروا السلطات حتى وصلوا لهاد راس الحربة؟ واش بصح لطيفة رأفت عندها شي علاقة مع هذا البارون اللي كان باغي يلقى الترعة منين يدوز لفؤاد علي الهمة مستشار الملك؟ خاصة وأنه لطيفة عندها علاقة مقربة من القصر، وهي مدللة الحسن الثاني اللي كان كيحمق عليها بسبب صوتها، والملك محمد السادس كان كيعيط لها شخصيا باش ترجع للغنى. واش لا أسرار باقي غادي نشوفوها في هذا الفيديو اللي غيدينا للحبس. ولكن قبل ما نبداو بحال ديما، ما تنساش دير فولو للباج ولا سبسكرايب وفعل الجرس باش يوصلك الجديد في حالة ما غبرني شي واحد. القصة كتبدا شهرين هادي، فاش أشرف بالمودن وبكل جرأة فضح سر ثقيل وخبايا منتخب اللي عزيز على الملايين ديال المغاربة، الشيء اللي كان كفيل باش يغبروه ولا يصفوه عليه. ولكن الحمد لله مع هذا الخبر ديال الاعتقال كلنا فرحنا، حيت هذا دليل على انه القانون قوى من كل شيء. واخا باقي الحال باش نعرفوا واش بصح غادي يتحاسبوا ولا غير تدمس الدوسي كيف موقع قبل مع عبد النبيل بعيوي. ايه السي بعيوي سبق ليه تشد في 2019 هو والنائب ديالو ورئيس مجلس امانه وجده وبزاف اخرين، كلهم مشاو بتهمه تبديد اموال عامه اللي كتقدر ب 20 مليار درهم والمشاركه في هذه الجريمه والحصول على مبالغ ماليه اكثر من اللي كيستحقوها. وفي الوقت اللي المحكمه ديال فاس صدرت عده احكام في حقهم اللي كانت كتراوح ما بين عام حتى لعامين سجن نافذه، بالاضافه لغرامه ماليه اللي كتقدر ب 20 الف درهم لكل واحد. حتى كيتصدم كلشي في 2023 انه فاش تحل الملف في محكمه الاستئناف اللي كاينه في الرباط كلهم خرجوا براءه. نرجعوا دابا لاشرف بالمدن اللي من مورا ما هضر مع شي واحد مقرب من لطيفه رأفت وعطاه داكشي بالوثائق، خرج لينا في فيديو اللي زعزع فيه البشري. الزواج ديال لطيفه بن ابراهيم كان قدر، اما زواج بن ابراهيم بلطيفه رأفت كان مدبر من شحال هادي. وجه كلامه في عقد القران الام ديالها وقال لها انني انا كنبغي بنتك منذ التسعينات وبيتي في مالي عامر غير بالثوره، وكنت كنعشق المغرب وبنتك زادت تحببتني في المغرب ودار عند اختها. وقال لها عقلتي ملي لطيفه رأفت حيات واحد الحفل في وهران، جيت عند اللطير وجمع لي المصور وكنت بغيت نتصور معاه وقلتي لي راه عيانه مره اخرى، راه هذاك هو انا اللي جيت عندك لوهران. واتهم بشكل مباشر سعيد الناصري بانه متورط في عالم المخدرات، وشرح بشكل تفصيلي العلاقه ديال لطيفه رأفت بهذا الشيء كامل. الزواج ديال لطيفه بالحاج بن ابراهيم كان في شهر 1 2014، وهذا الزواج غيدوم مدة قصيرة ما تجاوزاتش 4 شهور. والسبب على حساب أشرف هو أنه الحاج المالي فاش تزوج بلطيفة سكن معاها في الفيلا ديالها في الرباط، ولكن فاش لقى راسو مزير بدا كيضغط عليها من خلال مها باش تمشي معاه الفيلا اللي كاينة عنده في كاليفورنيا في كازا. وهاد الفيلا كيقول أشرف أنها كتسوى 11 مليار واللي بطريقة ما غتولي في الملكية ديال سعيد النصيري. موقع شروق نيوز ديال المقر ديالو في إيطاليا، وما عرفتش صراحة واش معانا ولا مع غانا، اتهم لطيفة بأنها دات زبالة ديال الفلوس منطلقها من المالي بالإضافة للطوموبيل تابعة للقصر، وأنه الفيلا اللي عندها في الرباط هو اللي شاريها ليها. بل اكثر من هادشي، اتهموا لطيفه بانها توسطت لي مع فؤاد علي الهمه، الشيء اللي غيخلي المالي يتعرف على ريوسا كبار سهلوا عليه يهرب الكوكا اللي كتقدر ب 50 مليار. ولكن صراحه كنشوف ان هادشي مستبعد. علاش؟ لانه لطيفه دارت طلاق شقاق، الشيء اللي كيعني انها بغات غير تفك وما خدات والو، بالاضافه لانه الفيلا اللي عندها حدا هيلتون في الرباط شرتها من عند الورثه ديال الجنرال افقير في 2005، وهادشي اللي بان من خلال الوثائق اللي توصل بهم اشراف. في الوقت اللي لطيفه ما تعرفت على المالي حتى اخر 2013، دخلت القلب ديال الدار ديال لطيفه ومصدر موجو كيعطيني مجله ديال انها اللي تصورات في 2008 واحد الباب اللي مشقوق، وهي غتبان لكم الشقه هنا، كتبان لكم الشقه في الباب وهي الشقه في المجله في 2008، واش ترجم كذلك اللي مصوره فيها هو. ولا دخلتي اليوتيوب وكتبتي لقاءات لطيفه رأفت القليله جدا في الخرجات ديالها، غادي تلقاها مجموع ديال اللقاءات كاملين الا ما اكل اغلبهم في الدار ديالها تما. حتى من الجنازه ديال الاخ ديالها كانت في 2008 تما في ديك الفيلا، يعني الفيلا لا علاقه لها ابراهيم بفيلا ديال السويس. وطلق السريع ديالها كيدل على انها اما ما كانش عارفه خونا شنو كيدير وشكات باللي فيه الدغل، او عقص من بعد وما بغاتش تورط وقلبات ستات سعود في الوقت اللي كان ممكن تبقى مزوجه وتستافد اكثر لو كان بغات. غتكونوا قلتوا مع راسكم شكون هو هذا المالي اصلا وكيفاش داروا حتى عاقوا بهم متورطين معاه. الحاج بن ابراهيم تزاد في مالي، وباه من تما وامه مغربيه، دوز الطفوله ديالو كفلاح اللي كيرعى الجمال، حتى لواحد النهار هو كيسرح غيتلاقى مع واحد الكاوري فرنساوي تال في الصحراء، وبلا ما يتردد وبحسن النيه مشى عنده باش يعاونو، حتى كيتفاجئ بالكاوري عطيه طوموبيلته كنوع من الشكر. المالي قال مع راسو ما عندي ما ندير بالطوموبيل، وداكشي علاش باعها وصيفط
فلوس على داك الفرنساوي. الشيء اللي صدم الفرنساوي وخلاه يعرف بلي الحاج انسان معقول، وتمنيت غيقرر يدخلوا معاه في الاستيراد والتصدير ديال الطوموبيلات بين اوروبا وافريقيا. هادشي غيخلي المالي يحفظ الطرقان مزيان ويعرف القوالب ديال الجمارك، وغيقلب الحرفه وغيبدا يتاجر في الذهب حتى غيدير بلاصتو مزيان في الساحل والصحراء اللي عامرين عصابات ودرام. الشيء اللي سهل عليه المأمورية باش يطلع النيفو ويدوز للتهريب ديال الطحين المبوق. بدا كيصيفطو من امريكا اللاتينية لغرب افريقيا، اما على الطريق البري اللي كان من مالي والنيجر للجزائر وليبيا ومصر، اولا كيهرب داكشي على طريق البحر من الساحل المغربي لاوروبا. الحاج محدو كيكبر وهو كيغرق في الدومين حتى غيولي حاكمها مزيان، لانه غيدير علاقات مع سياسيين كبار في بوليفيا لدرجه انه غيطيح في بنت واحد الضابط فاسد وغيتزوج بها من تما. مجله جون افريك قالت على ان خونا مبليب العيالات، وماشي بعيد يكون عنده في كل دوله ولد. السيد مكساش ما طلعق شرا جزيره في غينيا والديور اغوغو في البرازيل وروسيا، بالاضافه لافخم اوتيل في ماربيا وفيلات فخمه في كازا، وعلى عكس الدول اللي قبلت تخدم معاه في النوار. المالي ما لقاش دعم كبير في المغرب، الشيء اللي خلاه يخسر بزاف ديال الصفقات حتى غتوصل 2010 وغيتعاون مع شي منتخب في وجده، وتما فين غيبدا يتلاقى مع سياسيين كبار في شمال المغرب وزاكوره، ومنهم هاد السياسيين اللي مشدودين حاليا، باش بهكذا يبدا يدوز ما بين 30 حتى 40 طن نشره. وعلى حسب ما قال جون افريك انه العمليه ديال التهريب كتم ما بين 3 حتى 4 ديال المرات في العام، من السواحل السعوديه حتى ليبيا ومصر، ومن جديده وبجدر الشواطئ ديال موريتانيا. الطريقه باش المالي كان كيدير تبييض الاموال في المغرب هي انه كان كيشري الاسهم من عند المغاربه اللي باغين يبيعوا، وكيشري الضيوف مارينا السعوديه، وكيستثمر في المصانع، وكيسلف صحابو اللي غاديين معاه في الخط. عام بعد طلاقو بلطيفه اللي هو 2015 الانتربول غيصدر بحقه مذكره دوليه، حتى اخيرا غيتشد في الصحراء ديال موريتانيا من جهه الحدود مع المغرب، وغيلقاوه مهزين في طوموبيلته 3 طن دلكا. المسؤولين د موريتانيا فاش عرفوا شكون هو بطبيعه الحال بفضل الموريتانيين اللي حتى هما متورطين معاه تمن يطلقوه. ولكن في 2019 وهو جالس في باحه استراحه في طريق جديده باش يمشي للمطار ديال محمد الخامس كازا، ما غيحس براسو حتى غيوقفوا عليه اعضاء من المكتب المركزي للتحقيقات القضائيه، لانه ديجا كانوا حاطين عليه العين من بعد ما شدوا شحنه اللي كتقدر ب 40 طن الشيره وكانت بسميتو، ولكن من بعد غنعرفوها ديال من. ولكن اهم حاجه انه المالي غيتحكم عليه في المغرب ب 10 سنين يلاه دوز منها 4. دابا وصل الوقت باش نفهموا شنو هي الحاجه اللي خلات البوليس يوصل لهاد 25 واحد اللي يلاه تشدو. فهاد الوقيته اللي كان فيها المالي في الحبس غيبدا يطلع معاه القلب ديال كيفاش داروا السلطات عاقوا به، وعرفوا الساعه والبلاصه فين غيكون بالضبط، وفاش غيلاقي النقط مع بعضها غتوضح ليه الصوره مزيان. اولا كان مستحيل يعرفوا شنو هز وفين كاين لو كان ما وصلتهمش التنقنيقه، وما غيكونوا بيه او بيه غير صحابو المغاربه اللي مشاركين معاه طرف الشيره، خاصه وانهم قالوا ليه غير بنا صاحبي راه ما كيقلب عليك حد في المغرب وما مسوقينش ليك اصلا. وثاني حاجه خلاته يشك هو انه قال مع راسو علاش فاش دخلت للحبس وبديت كنعيط على صحابي ما بغاوش يردوا ليا فلوسي ونخلوني، اذا فكرشهم العجينه وغتكونوا استنتجتوا انه صحابو هما الناصري والبعيوي والكليكه ديالهم. وتما فين غيقرر يرد لهم بلاصه الترفيقه جوج، وغيعترف بكلشي في شكايه اللي وجهها لهم، وبان ديك 40 طن اللي لقاو في سميتو راه كان شاريها منه البعيوي. ومن غير هادشي غتوصلوا الخبر بلي الفيلا ديالو اللي كاينه في كاليفورنيا في كازا ولات بالسميه ديال النصيري من بعد ما عاونوه ريوس اكبر باش يزور الوراق، وفيلا ديالو وحده اخرى في كازانيت خطاها ليه البعيوي. القضيه الشكايه ما كانش في خبر البعيوي والنصيري حتى 7 اكتوبر فين غدخل دي اس تي على جوج فيرمات في جماعه بني خالد، وحده فيهم كانت بسميه راجل بنت البعيوي، والمفاجاه انهم غيلقاو عندهم كميات كبيره ديال الكوكا والصلا. ومن بين الناس اللي غيتورطوا في هذا الدوسي الملياردير فؤاد اليزيدي اللي منعوه يخرج من المغرب شهور هادي، وهو صاحب استثمارات في مارينا السعيديه وكورنيش الناظور، وعندو شله مشاريع في الرباط وكازا واكادير ووجده وبزاف اخرين. وغير الاشاره فكاع دوك الاملاك اللي عنده ما معروفش كي دار ليهم، وحتى شي عقارات اخرين كانوا بسميتو لقاو على انهم ما معروفش الاصل ديالهم، بالاضافه لمسؤولين كبار في بنكات معروفين في المغرب واللي سهلوا تحويلات بنكيه بقيمه 65 مليار سنتيم بوثائق مزوره. في نفس النهار اللي غيتعتقل فيه البعيوي والنصيري والبرلماني بالقاسم مير اللي كلهم كينتميو لنفس الحزب اللي هو البام او حزب الاصاله والمعاصره، غينوض عبد اللطيف وهبيب صفته الامين العام ديال الحزب وغيتبرى منهم بحكم انهم اعضاء كبارين معاه. وما حدش بالتوهبي، بغيت نهضر لكم على القرار اللي اقترحوا واللي انا شخصيا عجبني بزاف، الا انه المغاربه بحال ديما ما كيعجبهمش العجب. اقترح انه المحاكمات الكبار اللي بحال هادو خاصهم يتشاركوا مع المغاربه ويتصوروا بالتفاصيل ديالهم باش نضمنوا الشفافيه، ولكن الاغلبيه ديال الشعب قال لك اسيدي خصنا نحافظوا على الخصوصيه ديال المتهمين باش ما نحرجوهمش، مع العلم انه الاغلبيه ديال الدول كيديروا هذا البلان. ايوا نتوما شنو بان لكم؟ واش في نظركم يقدر يكون النصيري بصح متورط في هادشي، اولا شي واحد عنده حسيفه معاه وبغى يغبر ليه الشقف؟ ولكن الا كان بصح هو ما داير والو ومشى غير ضحيه، فعلاش دوك 24 الاخرين كاملين كلهم شدوهم وفي ذمه التحقيق؟
25 مشابه به تم تقديمه من السيد الوكيل العام في الطاقم من طرف السيد الوكيل العام. الوكيل العام قدم ملتمس السيد قاضي التحقيق من اجل متابعه المشابه بهم 25 أربعة منهم تم احاله رامي جريد على الفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه قصد تعميق البحث. 21 مشابه به سيحالون السيد قاضي التحقيق. السيد قاضي التحقيق التمس ايداع 20 مشابه به تهم لحد الساعه لان المتابعه السيد قاضي التحقيق مازال ما يمكنش ان نجزمه في التهم المتابعه بهم لحد الساعه مسترباقه مساله قاضي التحقيق. يلا هي في طور الاحاله للسيد قاضي التحقيق.